السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وكيف كتلاحظوا الحلوه ديال اليوم ادوز داتي تبارك الله ما شاء الله ناجح 100%. كما كنقول لكم دائما غير عجينه واحده وتقدر دير منها بزاف ديال الاشكال بسم الله على بركه الله. كيف ما كتلاحظوا عندي هنا 100 غرام ديال المارغرين، عندي كاس سكر حبيبات كيف ما قلت لكم في الخطره اللي قازت ما توفراش عندي سكر بودر، ثم يمكن لكم ديروا سكر بودر احسن. كنخلط هاد المكونات بجوج وكنزيد المكونات اللي هما قلال في هاد الحلوه هادي تبارك الله ما شاء الله، اللي هي يعني كتستعمل بزاف ديال، تبعوا معايا الطريقه حتى الاخير ان شاء الله. ونتمنى الى كنتي اختي اخي اول مره كتزور القناه ديالي اشترك في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. عندي بيضه واحده هنايا كما كتلاحظوا، غادي نخلطها ايضا حتى هي. ما تنسونيش من لايك ديالكم باش يوصل الفيديو للاخوه والاخوات اخرين، وهكا اخوتي اخواتي كنعرف الكل عنده ما يعطي في هذا المجال، ولكن بعض الاحيان كيكون مبتدئات. نحاول نقربكم اكثر من الصوره، وكندير مكونات قلال يعني ومتوفرين في المنزل باش الانسان هكا ما يكلفش راسو. عندي هنايا بيكين باودر او خميره الحلويات واحده اللي فئه 8 غرام. غادي كما كتلاحظوا باش ندير الدقيق، عندي جوج كؤوس اللي هما كؤوس باش عبرت السكر، كاس اتاي اللي كنشربوا به اتاي صغير كندير منه جوج في الاول وواحد كنبقى نزيد بالتدريج حتى كان. ولكن كنصحكم نتوما خوتي خواتاتي الدقيق ما تعبروش، يعني ديروا شويه شويه حتى يوصلكم القوام على هذا الشكل هذا. ما تحتاجش دير في الاول اما يبقى لك قاصح، حقاش الدقيق بعض المرات كيشرب بعض المرات كيبقى يعني ناقصو. هكا خوتي خواتاتي كنجمع العجينه ديالي على هذا الشكل هذا، يعني غير كنكورها ماشي بحال العجينه ديال الخبز يعني ديال الحلوه. كما كتلاحظوا هكا كنزيد شويه بشويه حتى كناخذ القوام اللي حبيت، ما تبقاش كتلصق في اليدين يعني سائله او جاريه، وما تبقاش عاوتاني قاصحه بزاف على هذا الشكل هذا، كتكون رطبه يعني باقا تبارك الله ما شاء الله. وهكا كندوزو خوتي خواتاتي باش نكورو، ولا على هذا الشكل هذا كنديرو كويرات صغار. وهاد الكويرات هادو اللي هما كيبقى حسب اختيارك الحجم واش كبير ولا صغير، واش يعني وسبق لي صوبت معاكم عده اشكال بنفس بهذه العجينه هذه نفسها. ويمكن لكم تزوروا القناه وتشوفوا ان شاء الله، هي اشكال بسيطه جدا تبارك الله ما شاء الله راقيه. وهكا خوتي خوتي نكمل الكميه اللي عندي تبارك الله، راه كتحط كميه كبيره. وعندي هنا الشوكولا ديال الدمعه كما كتلاحظوا، ويمكن كيبقى الاختيار ديالكم ديروا كاكاو ولا ديروا اللوزه ولا ديروا اي حاجه بغيتوا تزينوا بها، يعني فهي قابله هذه الحلوه هذه، وكتجي يعني سهله بزاف. يمكن لك تكوني خدامه كتدخلي اخر لحظه، ولا كيجي الضيف اخر لحظه، يمكن لك اختي ديباني بهذه الحلوه هذه اللي هي سهله وبسيطه بزاف، وكما كتلاحظوا كتجي مقبوله. وان شاء الله يا رب كما كتشوفوا غادي ندوزها للفران اللي هو متوسط الحراره، فقط في الجهه الفوقانيه ما كنحمرهاش بزاف كما تلاحظوا معايا. وغادي نرجع معكم كيبقى الوقت حسب من الاحسن تراقبوا. كما كتلاحظوا خوتي خواتاتي فهي كما لاحظتوا ما حمرتهاش بزاف، غير صفرت شويه. وصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. واللي حاب يلصقها من الوسط بالشوكولا ولا بالكونفيتير ولا هذا، يعني عندها عده استعمالات. وهكا خوتي خواتاتي غادي نقول لكم مع السلامه.